السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. هذه هي المحاضرة السابعة من مقرر تحليل البيانات باستخدام لغة الآر. هذه المحاضرة سوف نتحدث عن ما يسمى بالclassification أو بالتصنيف. كيف ممكن نصنف البيانات بناء على الكولومز، أو كيف ممكن نصنف الأسطر بناء على الكولومز، كيف نصنف السامبلز أو العينات بناء على الفيتشرز أو على المزايا. إذن يعني بكل اختصار، يعني المثال الذي كل مرة أشرح لكم، إذا كان عندك عدد من البيشنت وهذه عدد السامبلز، ممكن يكون مليون عينة مثلا، لديك بعض المزايا لهؤلاء البيشنت، ممكن تكون عدد كبير من المزايا لهؤلاء المرضى. وزي ما قلت لكم أنه في واحد من الأعمدة قيد الدراسة، يعني أنت مهتم به، يعني مثلا هل الشخص هذا ما زال على قيد الحياة أم توفى، فأنت تريد أن تعرف هل المزايا هذه يسموها بريدكتور، كي هل ممكن هذه الأعمدة تستطيع أن تستنتج العمود هذا، يعني هل إذا عرفت الوزن والطول والجنس والعرق وعرفت نوع حجم التيومر وعرفت نوع العلاج المستخدم، هل إذا عرفتها أستطيع أتمكن من معرفة أن الشخص أنه حي أو ميت؟ يعني هذه الأشياء ممكن تساعد بمعرفة أنه يعني العمر الافتراضي للشخص، أو ممكن أعمل تنبؤ أنه الشخص هذا إذا كان عرقه من نوع معين وهو ذكر وطوله كذا وحجم الورم في كذا ولم يستخدم العلاج فإنه ميت، يعني أشياء كيف أستطيع أعمل تنبؤ عن العمود هذا قيد الدراسة عن طريق هذه الأعمدة. إذا كان لدي أكثر من عينة، هذا ما يسمى بالclassification. إذن في الclassification ما هو إلا تبني موديل أو تبني نموذج. النموذج هذا يستطيع أن يقوم بتنبؤ بأحد الأعمدة قيد الدراسة، مثلا أن الشخص هذا ميت أو حي، ويستطيع عن طريق بناء نموذج معين من عن طريق انه النموذج هذا كيف نبنيه، هشرح لكم ان شاء الله خلال المحاضرة، عن طريق ما يسمى بعملية الترينينج. طيب كيف نختبر هذا النموذج؟ عن طريق ما يسمى بالتستينج. اذا المحاضرة اليوم هيكون فيها مصطلحات شوية كثيرة، هنتعرف عليها ما معنى ترينينج، ما معنى تيستينج، ما معنى حاجة اسمها كروس فاليديشن، هناك ما يسمى بالأوفر فيتينج، الأندر فيتينج، الباياس، الفاريانس، عندنا مصطلح ما يسمى الأروسي، عندنا مصطلحات كثيرة في هذا المحاضرة. نريد أن نعرف عن هذه المصطلحات. جميل جدا. إذا النموذج الذي بنيته، الذي استطعت أن أبنيه، استطع أنه يتنبأ بمثلا، استطع أن يتنبأ بهذا العمود بطريقة صحيحة، مثلا أدخلت عينة جديدة، أدخلت هذه الأعمدة من هنا إلى هنا، فقلت له أيها النموذج تنبأ هل الشخص هذا متوفي أم على قيد الحياة، واستطاع النموذج أنه يتنبأ بطريقة صحيحة أنه الشخص هذا ما زال على قيد الحياة، وفعلا الشخص ما زال على قيد الحياة، فإن النموذج عندي والله استطاع النموذج أنه يتنبأ بشيء عن طريق بعض الأعمدة، تنبأ بعمود معين. هذا يعني ما يسمى بالماشين ليرنينج، أن أصبحت الآلة تعرف عمود معين عن طريق بعض الأعمدة، وتستطيع أن تقول والله أوكي إذا جاء لي شخص معين وعنده هذه المزايا فأنا أستطيع أن أتنبأ بهذا العمود، أو أستطيع أنني أقول والله الشخص هذا في المستقبل سوف يموت أو لا، يعني مثلا بهذا الشكل. طيب الآن إذا طيب الآن في يعني الآن أصبحت في المحاضرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة
أصبحت الأمور متداخلة مع بعض. يعني في البي سي اي وعندنا حاجة اسمها clustering، وفي حاجة اسمها classifications، وفي حاجة اسمها regression. طيب يعني باختصار، يعني الموضوع صغير يعني سهل جدا وسلس. ما هو الفرق بين الأربع المصطلحات هذه؟ خلوني أوضح لكم في أيضا في نفس التيبل الذي دائما أشرح فيه. في البي سي اي أنا محتاج أنني أعمل reduce للديمنشن، يعني أنني أقلل الأعمدة. في البي سي اي مش ضروري يكون عندي هذا العمود الذي هو قيد الدراسة، هل الشخص حي أو ميت مثلا. في البي سي أنا بس بنشوف أنه هل ممكن أختزل هذه الأعمدة إلى عمودين مهمين، Principal Component Analysis 1 and 2. هذا جزء مهم جدا. ومتى يتم استخدام البي سي اي؟ عندما تكون عندك أعمدة كثيرة جدا. الأعمدة هذه الكثيرة جدا بيحصل ما بينهم ملتي كولينيرتي، يعني ما بينهم في كورليشن ما بينهم. إذا أدخلت الأعمدة كلهم على النموذج بيحصل أن النموذج يكون البرفورمانس تبعه أو أداء قليل. فلذلك أنا محتاج أنني أختزل هذه الأعمدة كلها إلى أعمدة أقل. إذن هذا ما يسمى بالبي سي اي. جميل جدا. إذن في البي سي اي ما بنستخدمش العمود الأخير هذا أو قيد الدراسة أثناء عملية التحليل. وخلي في بالك أن البي سي اي زي ما شرحت لكم المحاضرة الأولى المحاضرة أنه بداخذ بس أنه نيوميريك فاليو. جميل جدا. في الكلاسترينج أيضا أنا أثناء عملية الكلاسترينج ما بناخذش العمود قيد الدراسة أثناء عملية الكلاسترينج. أنا جاست أنني بنشوف هل فعلا عندما بنروح عمل كلاسترينج للسطور عندي أو للسامبلز، هل الكلاسترز هذه هي تمثل السؤال الذي في الكلاسترينج بنحاول أجاوب عليه. إذا عملت كلاسترينج للأسطر التي لدي أو للسامبلز التي لدي، هل هروح أشوف والله إنه تقسمت إلى مجموعتين، مجموعة تعبر لي عن الأشخاص الأحياء ومجموعة تعبر لي عن الأشخاص المتوفين؟ يعني هذا السؤال الذي أريد أن أطرح أو أريد أن الإجابة عنه. يعني هل البيانات هنا تمثل لي هذا العمود عن طريق أي إذا عملت عملية كلاسترينج؟ طيب في الكلاسيفيكيشن أثناء عملية الكلاسيفيكيشن الوضع أصبح مختلف. أنا في الكلاسيفيكيشن وهي العملية الأشهر قمت بعرض أو بتعليم الآلة أو بترين الآلة عن طريق مجموعة من السامبلز. هنا طريقة مجموعة من السامبلز، يعني قلت للنموذج والله إذا كان الشخص يعني إذا كان الشخص الويت تبعك كذا واللينت كذا والسكس كذا والإثنيسيتي كذا والتيومر سايز كذا والدركس كذا، فالشخص هذا ما زال على قيد الحياة. إذا كان الشخص بهذا العمود الصدر هنا، الشخص هذا ميت. وعرضت يعني سامبلز كثير جدا على الموديل. أصبح الموديل عند يعني أصبح متعرف أو خبير في أنه الشخص هذا سوف يكون حي أو ميت بناء على هذه الأعمدة. إذا أنا إيش الذي رح عملت في الكلاسيفيكيشن؟ استخدمت هذا العمود لتعليم الآلة. في الكلاسترينج وفي البي سي ام لم أستخدم العمود هذا في تقسيم السامبلز أو في تقسيم الروز. إذا هذا أول عملية. طيب ما هي الفائدة أصلا أن تعمل عملية كلاسيفيكيشن إذا أنت أصلا عارف أن الشخص هذا توفى أو على قيد الحياة؟ لا أنا بتكلم إذا في سامبل جديدة أتت وأردت أن أدخلها على الموديل واستضعت وأريد أن أعرف هل يستطيع الموديل التنبؤ بهذا العينة، هل أنها في المستقبل سوف تكون يعني على قيد الحياة أم سوف تتوفى. يعني معناته إيش؟ معناته أنه في الكلاسيفيكيشن أنا بنستخدم جزء من الداتا علشان أعمل ترينينج، وجزء من الداتا بنستخدمها علشان أعمل تيستينج على الموديل. جميل جدا. وهذا إن شاء الله هوريكم بعد شوي. طيب باقي عندنا مصطلح جديد اسمه الريجريشن. الريجريشن إذا كان العمود قيد الدراسة ما ينفعش يكون كاتيجورال فيربل زي ما شرحت لكم في المحاضرة السابقة، لازم يكون رقم معين.
فهذا ما يسمى بالريجريشن. إذا الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن هو فرق بسيط جدا. في الريجريشن بنقول والله أنا الأعمدة هذه كلها، العمود قيد الدراسة في الريجريشن يكون نيومريك، لكن في الكلاسيفيكيشن بيكون عبارة عن كاتيجوري. هنا لو شفت مثلا العمود هنا ديد، يا عندك يا لايف يا ديد، صح؟ يعني تو كاتيجوري. ممكن يكون عندك اكثر من كلاس، وهذا ما تسمى بالمالتي كلاسيفيكيشن بروبلم، وتكون اصعب شويه من الـ من الـ تو كلاس بروبلم. جميل جدا. اذا الان اصبح عندنا في الكلاسيفيكيشن السؤال الان المهم، اي طريقه سوف استخدم؟ في عندنا اكثر من طرق في الكلاسيفيكيشنز، في عندنا حاجه ما تسمى بالراندوم فورست سبورت فاكتور ماشين، في عندنا بارشال ليست سكوير ديسكريميشن اناليسيس، في عندنا لوجيستيك ريجريشن، في عندنا يعني ماشين الجوريثم كثيره جدا جدا. فالسؤال الان، كيف استطيع اقارن ما بين هذه المودلز مع بعض؟ من افضل نموذج اعطاني اجابات افضل على او استطاع ان يتنبأ بالعمود قيد الدراسة يعني بطريقة أفضل من النماذج الأخرى؟ الآن الترند أصبح يعني، لأنه الآن في أصبحت عملية accumulation أو أصبحت تراكم للبيانات كبيرة جدا، فأصبحت البيانات يعني بالتيرا بايت والجيجا بايت. فالآن أصبحت ترند، الآن الناس رايحين على الديب ليرنينج أو التعلم العميق، وهذا إن شاء الله ما سوف أشرحه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إذن هذا يعني طريق مهم. إذن ما هي الطريقة التي سوف تقول والله أنا سوف أستخدم support factor machine مثلا؟ أولا، ما هو حجم بياناتك؟ ما هو نوع بياناتك؟ ما هي السرعة التي أنت يعني مطلوب منك أن تعلم المشين وتعمل تيست على المشين؟ بعض الألغوريثم تأخذ وقت طويل جدا، بعض الألغوريثم تأخذ وقت قصير جدا. الدقة أيضا، هل أنت مهتم بالدقة أو ما يسمى بالأكوريسي؟ هل أنت مهتم أنه يكون عندك الموديل دقيق جدا؟ ثم تقول والله نوع الموديل، هل الموديل هذا بسيط أم معقد؟ أيضا سهولة الاستخدام، أشياء كثيرة جدا سوف إن شاء الله نغطيها في هذا المصطلح. في الجزء الثاني من هذا المحاضرة إن شاء الله سوف أتحدث عن بعض المصطلحات الهامة، إن شاء الله سوف أغطيها في الجزء القادم.